تحياتي لك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ، مبروك طبعا ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما قلنا عندنا ثقه كبيره في كل لاعبي النادي الاهلي. النهارده كمان في هذه اللحظات بينضم لي احد النجوم للنادي الاهلي كابتن وليد ازارو، نجم للنادي الاهلي النهارده. مبروك يا كابتن وليد، مباراه قويه كالعاده، ليك دور كبير، لعيب مخلص زي ما بيقول عليه جمهور النادي الاهلي. النهارده كنت تشوف المباراه ازاي؟ استعداداتك ازاي للمباراه؟ وتصريحاته كابتن مستر كارتيرون قال لك ايه قبل المباراه؟ الحمد لله، اول حاجه كنبغي نشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموه في هذه المقاوله. الحمد لله حققنا المبشره ديالنا اللي هو ثلاثه النقاط اللي تخول لينا باش نقدموا نكونوا مزيانين في الماتشات اللي جايين، وتخلينا نقدموا نمشيوا في هذا المسار مسار مزيان في البطوله. اول حاجه كما كيعرف الجميع اننا كما كيعرف الجميع النادي الاهلي كياخذ مقابله بمقابله، حاولنا اننا نركزوا باش ناخذوا واحد ثلاثه النقاط اللي غتخلينا نمشيو للبطوله العربيه بواحد الاريحيه كبيره ان شاء الله. شوف هدف الاسماعيلي ونقطه التحول في اخر دقيقه، ده كان ليه دافع كبير واصرار، وبان من اول دقيقه او من اول مباراه في الدوري ان النادي الاهلي عنده اصرار كبير جدا في البطوله دي. هذا مشي اول مره ولا اخر مره، كما كيعرف الجميع ان النادي الاهلي كيبقى مركز من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه. الحمد لله شحال من مقابلات خولينا اننا نماركيو في اخر دقيقه، جبنا تعادل وجبنا رباح في كذا مقابلات. كابتن سيد عبد الحفيظ معانا طبعا، حابب تقول لي ايه؟ طبعا كابتن سيد يمكن عيش للسنين. كابتن سيد اكيد حد محترم جدا وانا بقدره جدا وبقدم له شكر من هذا المنبر. قول لي مباراه النجمه كيف تراها وكيف ترى الفتره اللي جايه للنادي الاهلي؟ عندكم تلاحم كبير يا وليد في المباريات، هتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ كما كيعرف الجميع اننا المقابله نسيناها، كنحاولوا نحاولوا اننا نركزوا في المقابلات اللي جايه، وكما كيعرف الجميع كل واحد كيدي وكيموت راسه في الملعب باش نحققوا واحد المبتغى ديالنا ونحققوا واحد ثلاثه نقاط باش نفرحوا الجمهور ديالنا. اخيرا رسالتك لكل جمهور النادي الاهلي. كنبغي نقول لهم اننا اي واحد كما كيشوف الجميع راه كيقدم احسن مستوى باش يعطيكم واحد الصوره ويفرحكم وياخذ كل ماتش ياخذ ثلاث نقاط اللي تخليكم راضيين على الفريق ديالنا. حبيبي كل الشكر والتقدير طبعا لنجمنا الكبير الكابتن وليد ازارو، اداء رائع كالعاده لوليد النادي الاهلي النهارده على قدر المسؤوليه. زي ما احنا عارفين يا كابتن سيد النهارده كان في اصرار كبير من اول دقيقه، وزي ما قلنا كان في اصرار اكبر كمان في خلال التدريبات الماضيه، وكان الهدف هو الثلاث نقاط. بنبارك من جديد للنادي الاهلي، بنبارك لمستر باتريس كابتن محمد يوسف. في خلال لحظات يا كابتن سيد هيكون معانا احد نجوم النادي الاهلي ايضا الكابتن رميدو جابر، لكن في هذه اللحظات بنرجع ليك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي.